وابنائي الطلبه والطالبات طلاب الصف الاول الاعدادي، السلام عليكم ورحمه الله. النهارده هنبدا في اخر درس في الوحده الثالثه اللي بيتكلم عن عصر الدوله الحديثه. اتكلمنا في الدروس اللي فاتت عن عصر الدوله القديمه، واتفقنا ان هو شمل الاسرات او كان في اسرات من 3 ل 6. بعد كده اتكلمنا عن عصر الدوله الوسطى، الاسره ال 11 وال 12. بعد كده اتكلمنا او هنتكلم عن عصر الدوله الحديثه، الاسره من ال 18 الى الاسره ال 20. طيب احنا اتكلمنا في الدرس اللي فات لما اتكلمنا عن عصر الاضمحلال الثاني، واتكلمنا ان الهكسوس استطاعوا احتلال مصر، واستطاع الملك احمس بعد ما عمل جيش قوي انه يطرد الهكسوس خارج مصر. طيب تعال نشوف بقى ايه اللي هيحصل في عصر الدين، عصر الدولة الحديثة. قال لي بدأ عصر الدولة الحديثة مع تولي الملك أحمس حكم مصر. بعد أحمس ما طرد الهكسوس ومسك هو حكم مصر، هنا بدأ عصر الدين. وهو عصر الدولة الايه؟ الحديثة. طب تعال نشوف ايه اللي حصل في عصر الدولة الحديثة. طب مين فاكر؟ قلنا على عصر الدولة القديمة كنا نسميه عصر ايه؟ برافو عليك، قلنا عصر بناة الأهرام، والدولة الوسطى سميناها عصر الرخاء الاقتصادي، أما الدولة الحديثة سموه عصر المجد الحربي. يبقى يطلق على عصر الدولة الحديثة نقط، هقول له يطلق على عصر الدولة الحديثة إيه؟ عصر المجد الحربي. طب بما تبسم، لماذا؟ ليه سموه عصر المجد الحربي؟ هقول له إن الملوك بتوع عصر الدولة الحديثة اهتموا بإقامة العديد من المعارك، دخلوا حروب كتير جدا، قدروا ينتصروا فيها ويكونوا أول إمبراطورية عرفها التاريخ، قدروا يعملوا أول إمبراطورية في العالم. كانت إيه الإمبراطورية دي؟ قال الإمبراطورية دي إن دولة قوية تقدر تطلع الجيش بتاعها يسيطر على دول أخرى بالقوة العسكرية. طب مصر عملت كده؟ مصر في عصر الدولة الحديثة كونت أول إمبراطورية في التاريخ. طب الإمبراطورية دي كانت سيطرنا على إيه؟ إيه الدول اللي خدناها؟ قال الإمبراطورية دي كانت سوريا وفلسطين اللي هو بقى اتقال عليها بلاد الشام. طيب بلاد ما بين النهرين اللي هي بلاد العراق. قال لي كمان بلاد بونت اللي هي الصومال. يبقى دي الاراضي اللي احنا سيطرنا عليها وقدرنا ان احنا نكون بيها امبراطوريه. فيجي يقول لي ما المقصود بالامبراطوريه؟ اقول له دوله متراميه الاطراف. يعني ايه يا جماعه متراميه الاطراف؟ قال لي يعني اطرافها اللي هي ايديها ورجليها بعيده عن بعض. يعني ايه؟ مش فاهم. قال لي يعني هي دوله قدرت ان هي تعمل جيش قوي وتقدر ان هي تسيطر على دول اخرى، فعشان كده بقول عليها متراميه الاطراف، ايديها بتسيطر على مناطق بعيده جدا عنها، خلاص؟ يبقى لما يجي يقول لي ما المقصود بالامبراطوريه؟ اقول له هي دوله متراميه الاطراف تسيطر على عدد من الدول عن طريق القوه العسكريه، قدرت بقوتها العسكريه ان هي تضم عدد كبير من الدول ليها. خلاص؟ ده معنى كلمة امبراطورية. واتفقنا إن الدولة الحديثة بدأت في الأسرتين ال 18 وال 20. طب مين أول ملك مسك الدولة الحديثة؟ ملك أحمس اللي قدر إنه يكون جيش قوي ويطرد الهكسوس خارج مصر. يبقى أول ملوك الدولة الحديثة هو الملك أحمس، يعتبره المؤرخين مؤسس الدولة الحديثة، الناس بيعتبروا إن هو اللي أسس الدولة الحديثة. ليه؟ لأن هو اللي قدر يطرد الهكسوس من مصر ويأسس دولة جديدة اللي هي الدولة الحديثة. طيب بعد الملك أحمس هنتكلم عن الملكة، أول امرأة حاكمة لمصر، أول واحدة ست قدرت إن هي توصل لحكم مصر، مين هي؟ هي الملكة حتشبسوت. الملكة حتشبسوت دي بقى فضلت ماسكة مصر حوالي 20 سنة. كانت بتحب التجارة جدا، اهتمت بالتجارة. قال لي كمان وكانت العصر بتاعها أو الوقت بتاعها أو فترة الحكم بتاعها تميز بالأمن والاستقرار. يبقى دايما كان في أمن واستقرار وسلام عندها،
كانت تحب السلام ولا تميل للحروب، ما كانتش بتحب تخش تحارب. أهم حاجة عندها في العصر بتاعها إن يبقى في سلام وفي أمن، فلم تكن تميل إلى الحروب، ما كانتش بتحب تروح إيه؟ تحارب. طب تعالى نشوف عملت إيه الملكة دي. قال لي بنت مسلتين أو اهتمت بالبناء، عملت إيه؟ مسلتين في معبد البحر. يعني إيه مسلتين؟ هنعرف أشكال المسلة دلوقتي. أنشأت مسلتين في معبد الإيه؟ الكرة. طب عملت إيه تاني؟ أرسلت بعثات تجارية. يعني إيه بعثات تجارية؟ دي مجموعة من التجار، شوية تجار بيروحوا لدولة تانية. طب ليه؟ لتنمية العلاقات التجارية. رايح معايا سفن مليانة بالبضاعة، بروح بلاد بنزل السفن بتاعتي أو البضاعة بتاعتي وباخد مكانها بضاعة تانية. زي يا جماعة ما قلنا زمان كان نظام التجارة كان عن طريق المقايدة. هنعرف يعني ايه مقايدة طبعا لما نيجي ناخد درس الحياة الاقتصادية. يبقى لما نيجي نتكلم عن الحياة الاقتصادية هنعرف ان التجارة كانت بتتم عن طريق نظام المقايدة. يعني ايه مقايدة؟ مبادلة سلعة بسلعة، باخد منك شيء بديك قدامك شيء تاني، خلاص؟ فكانت طبعا السفن بتاعتنا بتخرج عليها بضائع كتير جدا. بتروح للبلاد دي ننزل البضائع وناخد مكانها بضائع ايه؟ اخرى ونرجع بيها. فيعني ايه بعثه تجاريه؟ هقول له هو عمل تجاري، عمل تجاري، مجموعه من التجار يتم ارسالهم ليه؟ لتنميه العلاقات التجاريه. خلاص؟ طيب الملكه حتشبسوت بعتت بعثتين تجاريتين، يعني رحلتين، لفين؟ لبلاد قم اللي هي الصومال اللي احنا اتكلمنا عنها. طب ليه؟ هجيب ايه من هناك؟ قال لي هجيب من هناك بخور عاج احجار كريمه جلد الاسود خشب، بخور عاج احجار كريمه جلد اسود وخشب. كل الحاجات دي كانت بتجيبهم الملكه حتشبسوت من بلاد قم. بعد كده لو عايزين نتكلم عن تاني ملك من ملوك عصر الدولة الحديثة وهو الملك تحتمس السادس، رجل الحرب والإدارة أو زي ما بيقولوا عليه أفضل أو أعظم ملوك مصر في مجال الحرب وفي مجال الإدارة. قال لي كان شاطر جدا في مجالين الحرب والإدارة. طب تعالى نتكلم عن كل جانب لوحده. أولا في الحرب، ليه الراجل ده كان متقدم في الحرب؟ لانه عمل تعديلات كبيره جدا في الجيش. عمل ايه؟ قال لي قسم الجيش الى قلب وجناحين، قسم الجيش الى قلب وجناحين. يعني ايه يا جماعه؟ قال لي ادي الجيش المصري اهو. عمل ايه؟ قسم الجيش بتاعه لثلاث اطراف. قال لي في النص ده اسمه قلب، وده اسمه جناح، وده اسمه جناح. وبيهاجم كده، ده بيهاجم كده، وده بيهاجم كده، وده بيهاجم كده. فهنا يا جماعه الجيش اللي قدامك هيحس ان انت كام جيش؟ ثلاث جيوش. ودي طبعا فكره كانت جديده جدا على المصريين وعلى العالم كله في الوقت ده، ان الملك تحتمس قدر انه يقسم الجيش بتاعه الى قلب وجناحين. قال لي عمل حاجات كانت كتير، زي ان هو اخترع حرب المداهمه او المفاجاه، انه يهجم على العدو مره واحده. قال لي كمان قدر انه يلتف حول العدو، بدا ان هو ايه يلف حوالين الاعداء وعشان يحسسهم بالرعب والخوف. قال لي كمان دراسه ارض المعركه قبل الحرب، يعني قبل ما بينزل الجيش بتاعه يحارب كان بيرسم لهم ارض المعركه ويقول لهم كل واحد هيبقى وظيفته ايه في الحرب. خلاص؟ يبقى لما يجي يقول لي بما يفسر يعتبر الملك تحتمس اعظم وافضل ملوك مصر في مجال الحرب وسكت. الحرب وسكت، اقول له يبقى هو عمل ايه؟ قسم الجيش لقلب وجناحين، اخترع حرب المفاجاه او المداهمه. قال لي كمان يا جماعه عمل اسطول قوي، يعني ايه اسطول؟ مجموعه من السفن الحربيه، جيش في بس يحارب فين؟ في البحر، بيدافع عن البلاد من اتجاه البحر. طيب اسطول ليه؟ قال لي قدر بالاسطول ده انه يسيطر على البحر المتوسط شمالي، شمال مصر، وياخد الجزر اللي موجوده فيه. طب ايه الجزر اللي موجوده في البحر المتوسط؟ برافو عليكم، خدناها في درس الدوله الوسطى. جزيره جرير وقبرص.
قدر انه يسيطر على الجزيرتين دول على ساحل البحر الايه؟ المتوسط. قال لي كمان وخد فينيقيا. ايه فينيقيا دي يا جماعه؟ قال لي ساحل فينيقيا اللي هو ساحل لبنان. المنطقه بتاعت لبنان. يبقى هو سيطر على البحر المتوسط كله يا جماعه. قال لي طيب. عمل ايه تاني؟ حارب امير قادش. حارب امير قادش في موقعه مجده وانتصر عليه بعد ما ارسل 16 حمله عسكريه لسوريا وفلسطين. عايز يسيطر على سوريا وفلسطين، فعمل ايه؟ راح باعت لهم 16 حمله عسكريه، 16 جيش عشان يقدر ينتصر عليه. في الاخر قدر يكسبه ويكسب امير قادش في موقعه ايه؟ مجده. طبعا قدر بعد كده انه يثبت حكمه، يعني يبقى مسيطر جامد او ملم خلاص، او يضم ممتلكاته بلاد الايه؟ النوبه. عشان كده بقول ثبت حكمه او نفوذه في بلاد الايه؟ النوبه. وبكده يبقى عمل افضل امبراطوريه في التاريخ. قدر يعمل امبراطوريه ازاي؟ لانه قدر يسيطر على سوريا وفلسطين، انتصر على امير قادش في موقعه مجده، سيطر على بلاد الايه؟ النوبه، قدر يسيطر على جزر البحر المتوسط وساحل فينيقيا. كل الحاجات دي ساعدته ان هو يعمل امبراطوريه كبيره جدا. طب لو انا لاحظت هلاقي ان كل ده في مجال الحرب. طب هو بيقول لي ان هو ايه؟ افضل واحد في الحرب والاداره. طب يعني عمل ايه في الاداره؟ تعال نشوف بقى في الاداره عمل ايه. مش هو سيطر على سوريا وفلسطين؟ جاب حكام الاقاليم بتوع سوريا وفلسطين. حكام الاقاليم اللي كانوا بيحكموا المناطق اللي في سوريا وفلسطين. طب المفروض الناس دي تبقى معاه ولا ضده؟ لا طبعا اللي ضده، اللي هو كان بيحاربهم ويكسبهم. عمل ايه؟ جاب ابنائهم الصغيرين. بقى كل واحد فيهم انت حاكم في اقليم، حاكم منطقه في سوريا او في فلسطين، يروح ياخد ابنك. طب ليه؟ هاخده ربيه عندي في القصر بتاعي في مصر. واعلمه واخليه كويس واخليه قاتل قوي. ليه؟ علشان لما انت تموت كحاكم لدوله او منطقه في سوريا ولا في فلسطين، ابنك هو اللي هيرجع ويمسك المكان ده، صح؟ طب كويس. ابنك ده اتربى فين؟ في مصر. ولاءه لمين؟ لمصر. هينفذ اوامر مين؟ تحتمس اللي رباه. خلاص؟ فهو احضر ابناء الاقاليم الاسيويه، جاب عيالهم وعلمهم فين؟ في مصر. ورباهم فين؟ في مصر. فينشبوا يعني يتربوا على الولاء والانتماء لمين؟ لمصر. قال كمان قدر انه يحسن علاقته بالبلاد المجاوره، يعني ايه؟ قال لي يعني بعد مثلا ما سيطر على سوريا وفلسطين، ساب كل واحد حاكم في البلد زي ما هو. بس الولاء والطاعة بقى لمين؟ بقى ليه هو. نفذ أوامري وأنت تفضل في نفس مكانك وفي نفس سلطتك. هو ما سلبش منك السلطة، ما خدش منك الحكم، لا، سبب في الحكم زي ما أنت، بس نفذ أوامري، خلي ولاءك ليا. خلاص؟ يبقى وطد علاقته بملوك وحكام الدول المجاورة. قدر يكسب الأمراء الآسيويين إزاي؟ ان هو طرد كل واحد فيهم في مملكته زي ما هو. وعشان كده تماسك الامبراطوريه، قدر يخلي الامبراطوريه بتاعته متماسكه. بدات الدول الاسيويه مش عايزه تخرج بره الحكم بتاعه، لا احنا عايزين تحتمس هو اللي يحكمنا. خلى الدول دي يطلبوا يعني هم اللي يطلبوا ان تحتمس يفضل مسيطر عليهم. ليه؟ ان هم شايفين الخير كله في عهد مين؟ تحتمس. وفي نفس الوقت هم ما اذاهمش في حاجه، ما يعني ما قتلهمش بعد ما كسبوا، لا بالعكس ساب كل واحد في منصبه. خلاص؟ يبقى لما يجي يقول لي اذكر اهم اعمال تحتمس السادس في مجال الاداره، هقول له ان هو احضر ابناء الاسيويين عشان يتربوا ويتعلموا في مصر، فيبقى ولاءهم بالطاعه في حياتهم لمصر. اثنين، قدر ان هو يوطد علاقته او يحسن علاقته بالملوك وملوك البلاد المجاوره طبعا، عن طريق ان هو طلب كل واحد فيه منصبه، فقدر ان هو يعمل ايه؟ قدر مما ساعده على تماسك الامبراطوريه بتاعته، قدر يخلي الامبراطوريه بتاعته متماسكه. بعد كده جه الملك امنحوتب الرابع. الملك امنحوتب الرابع سلك طريق غير الناس اللي قبله.
ازاي يعني؟ قال لي يعني تعالى بص كده هلاقي ان احرس اهتم بالجيش. تحرس اهتم بالجيش. الدولة اسمها الدولة الحديثة اللي هو المجد الحربي، يبقى أغلبية الملوك بيهتموا بالحرب. طبعًا ما عدا الملكة حتشبسوت اللي اهتمت بالتجارة وكانت بتحب السلام. قال لي بقى من حط الرابع ده على إيه؟ قال لي ده اهتم بالدين. تزوج الأول من الملكة نفرتيتي. تزوج من الملكة نفرتيتي. واهتم بالحياة الدينية. عمل إيه؟ دعا إلى عبادة إله واحد، وأول من دعا إلى ذلك، زمان يا جماعة زي ما اتفقنا إن كان في آلهة كتير جدا، لأن كان لكل إقليم إله، وهناخد ده في الحياة الدينية، خلاص؟ طيب، كان كل إقليم ليه إله، قال لي لما جه القطب الرابع قال لا، ده في إله واحد بس هو اللي خلقنا كلنا. طب هو مين يا عم؟ قال لك مش عارف. بس اكيد في حد هو اللي خلقنا. طب هو مين؟ هو مين؟ هو مين؟ قعدوا يفكروا فما عرفوش. فجاه من القطب الرابع قال لهم انا عندي فكره. ايه الفكره؟ قال لهم تعالوا نبص كده، ايه الحاجه اللي بتجيب الخير لينا؟ الشمس الضوء بتاعها بيطلع، احنا بنصحى من النوم، بنبدا نشوف شغلنا، بتساعدنا في الزراعه، بتساعدنا في حاجات كتيره قوي، صح؟ طيب اللي هو ضوء الشمس. هو عمل ايه؟ خد اللي هو شعاع الشمس او ضوء الشمس رمز للاله. لوجو. لوجو للاله بتاعه. ده رمز للاله مش هو الشمس. عشان واحد يجي يقول يا مستر هو عبد الشمس، طب ما الناس كانت بتعبد الشمس وكانوا مسمينه انون. لا. هو ما عبدش الشمس. هو خد قرص الشمس الدايرة بتاعت الشمس دي رمز للإله، شعار للإله بتاعه، طب إيه هو الإله؟ هو ذات نفسه ما كانش يعرف إيه هو الإله، بس هو متأكد إن في إله، فدعا إلى عبادة إله واحد، وهنا صارت الوحدانية، يعني إيه الوحدانية؟ اللي هي الدعوة إلى عبادة إله واحد، طيب دعا إلى عبادة إله واحد سماه إيه الإله ده؟ سماه آتون. ورمز له بكرسي الشمس. فغير اسمه، هو اسمه امين حطب الرابع. سمى نفسه ايه؟ اخناتون. وعمل لنفسه عاصمه سماها ايه؟ اخيتاتون. يبقى العاصمه اخيتاتون، العاصمه اسمها اخيتاتون. طيب وهو سمى نفسه اخناتون، يبقى سمى نفسه اخناتون، عاصمته اسمها اخيتاتون. خلاص؟ وسمى الاله بتاعه ايه؟ آتون. فيجي يقول لي ايه؟ ما النتائج المترتبه على ثوره اخناتون الدينيه؟ لما الملك امنحوتب الرابع ده عمل ثوره دينيه، ايه اللي حصل؟ طبعا الالهه الثانيه الكهنه بتاعتهم سلطتهم بتقل، لان بدات اغلبيه الناس تروح تعبد الاله آتون اللي هو اللي قال عليه ايه؟ الملك امنحوتب الرابع. فبدأت الناس تتجه إلى عبادة آتون، وده جعل كهنة الإله آمون، إله الشمس بقى، الناس اللي بتعبد الشمس، صاروا ضده، عملوا ثورة ضده، فدي كانت أول ثورة دينية، قامت ثورة دينية ضد إخناتون، لأنه دعا إلى عبادة الإله آمون، خلاص؟ يبقى كهنة الإله آمون والآلهة التانية عملوا ثورة ضد مين؟ اخناتون. بعد كده جه طبعا ده صوره للقرص الشمس اهو الرمز بتاع الاله بتاعه. بعد كده جه ابنه توت عنخ امون. توت عنخ امون هو ابن امين حطب الرابع. اول ما جه لقى البلد خايفه. ليه؟ الناس بيتخانقوا مع بعض. دول عايزين يعبدوا آتون ودول عايزين يعبدوا آمون ودول عايزين يعبدوا رع. آلهة كتير وبرضه بقى في تعدد آلهة تاني. فقال لك إيه؟ قال لك لأ أنا هرجع مرة تانية عبادة الإله آمون اللي هو الشمس بقى. يعني غير الكلام اللي قاله خالص. أبوه كان بيقول إن في إله وإن الإله ده إحنا هنرمز له هندي له رمز هو قرص الشمس. قال لي لأ ده عبد الشمس بقى. وسمى نفسه توت عنخ آمون.
خلاص؟ عمل ايه؟ رجع عائلات الاله امون ونقل العاصمه لطيبه مره ثانيه بعد ما كانت العاصمه ايه؟ اخيتاتون اللي كان عملها قبل الحكم. خلاص رجع برضه البلد مره ثانيه الى طيبه. طبعا اشهر ما يميز الملك توت عنخ امون هو اكتشاف مقبرته سنه 1922 عن طريق الصدفه. اكتشفوا مقبرته دي بالصدفه ولقوها مليانه بالعديد من الكنوز. اشهرهم يا جماعه التلز ده. ده ايه ده؟ ده مصق قناع مصنوع من الذهب الى الملك توت عنخ امون، معمول له مصق او قناع من الذهب الخالص. خلاص؟ طبعا ده يدل على عظمه الصانع المصري. تعال بص يا جماعه المصريين رغم ما كانش فيه ولا تقدم ولا الات، اتفرج على المنظر وعلى شكل القناع والالوان الجميله اللي راسم بيها المصري القديم. ده يدل على براعه المصريين في مجال الايه؟ الصناعه طبعا. طيب تعال نشوف بعد كده، بعد كده هيجي مين؟ هيجي الملك رمسيس الثاني، اخر او يعتبر من اعظم ملوك الاسره ال 19. كل اللي فاتوا دول احنا كنا بنتكلم في الاسره ال 18. طب تعالوا نشوف رمسيس الثاني عمل ايه؟ قال رمسيس الثاني ده بقى عمل حاجات كتير جدا. عمل ايه؟ قال حارب الحيثيين. فضل يحاربهم حوالي 15 سنه لغايه ما كسبهم في موقعه قادش. خلي بالك تحتمس كسب امير قادش في مجده، في موقعه مجده. اما رمسيس كسب الحيثيين في قادش، في موقعه قادش. خلاص؟ طب ما النتائج بعد ما انتصر عليهم عمل ايه؟ قال لي بعد ما كسبهم راح رايح عامل معاهم معاهده سلام. يعني ايه معاهده سلام؟ هو اتفاق بين دولتين او اكتر لتنظيم العلاقات بينهم. يعني انا بعد ما كسبتهم راح رايح عامل معاهم معاهده سلام وبداوا يعملوا تبادل تجاري ما بينهم وبين ايه؟ بعضهم. خلاص؟ طيب ودي تبقى اول معاهده سلام في التاريخ كانت ما بين الملك مين؟ رمسيس الثاني والحيثيين. عشان كده يا جماعه ناس كتير جدا بيقولوا عليه بقى رجل السلم والحرب، زيه زي مين؟ بيشبهوه بالرئيس محمد انور السادات. ايه الفرق بينه وبين السادات؟ رمسيس حارب الحيثيين في قادش وبعد ما كسبه عمل معاهم معاهده سلام. اما السادات حارب اليهود اسرائيل وبعد ما حرب اكتوبر وبعد ما انتصر عليهم برضه عمل معاهم معاهده ايه؟ سلام. فهناك شبه بين مين ومين؟ بين رمسيس وما بين محمد انور السادات رئيس الجمهوريه الراحل. خلاص؟ يبقى كده يا جماعه يقول لي الملك رمسيس الثاني اقام اول معاهده سلام في التاريخ. المعاهده دي بتقول ايه؟ اول حاجه نوقف الحرب. تاني حاجه يبقى في علاقات تجاريه. يعني تشتري مني بضاعه واشتري منك بضاعه. الدفاع كل دوله عن الاخرى عند تعرضها للهجوم. يعني ايه يا جماعه؟ قال لي يعني لو الحيثيين دول فكروا يحاربوا حد تاني رمسيس هيقف معاهم. ولو رمسيس هيحارب حد الحيثيين هيبعتوا لنا جيش يقف معاهم. يعني يدافعوا عن بعض الدولتين دول. خلاص؟ طيب ده الاعمال الخارجيه بتاعته. طب تعالى نشوف جوه مصر عمل ايه الملك رمسيس جوه مصر. تعالى نشوف الملك رمسيس جوه مصر عمل حاجات كتير جدا. بنى بهو اعمده كتير جدا في معبد الايه؟ القرن. هتشوفوا كانت عامله مسلتين. هو عمل اعمده بهو اعمده فين؟ في معبد القرن. عمل معابد كتير جدا اشهرهم معبد ابو سمبل اللي كان معرض للغرق. كان واحنا بنبني السد العالي يا جماعه الميه فاضت فكان معبد ابو سمبل ده هيتغرق لغايه ما جت منظمه اليونسكو. ايه منظمه اليونسكو؟ قال لي دي منظمه تابعه للامم المتحده مهمتها الحفاظ على الثقافه والعلوم. بتحافظ على الثقافه
التربيه والعلوم والثقافه دي هي مسؤوله عن الثلاث حاجات دول. ونظام اليونسكو لما عرفت جابوا علماء وفكوا معبد ابو سمبل ده خالص وراحوا نقلوه في مكان تاني. طيب فكوا الحجاره اللي معرقموها عشان يقدروا يفكوها وركبوها زي ما كانت موجوده بالظبط. خلاص؟ طيب وده برضه يدل على عظمه المصريين القدماء ان هم قدروا يبنوا المعابد ديت الضخمه. طيب بعد ما شيد رمسيس الثاني ست معابد اشهرهم معبد ابو سمبل اللي كان طبعا معارض للهرم ونقصته بمنظمه اليونسكو، قال لي كمان اتم له الاعمده في معبد القرن. عمل ايه تاني الراجل ده؟ عمل مسلات كتير منهم واحده في الاقصر وواحده في باريس في فرنسا. قال لي ده معبد ابو سمبل اللي عمله الملك رمسيس الثاني واللي نقلته منظمه اليونسكو. قال لي ودي المسله الضخمه اللي عملها الملك رمسيس الثاني وهي دي معاها صوره ليها وهي في باريس في فرنسا. خلاص؟ طيب يبقى دي ده شكل المسلات. طيب بعد كده جه الملك رمسيس السادس المؤسس الحقيقي للاسره العشرين. ده بقى في الاسره الكام؟ العشرين. وده كان اخر الملوك العظماء في مصر. قدر انه يتصدى لخطر قوي زيه زي الكسوف بالظبط. وهم مين؟ قدر انه يهزم شعوب البحر المتوسط اللي هم الجزر اللي في البحر المتوسط اللي هجموا على مصر من طريقين بري وبحري. جهزوا حملتين لان الناس جايه على رجليها ودول هيجوا عن طريق رفح جايين من بلاد الشام وناس تاني هيجوا من البحر وهيجوا عند المصب الغربي لنهر النيل اللي هو فرع رشيد. يعني ناس هتجيله من البحر من فرع رشيد وناس هتجيله من بلاد الشام. خلاص؟ قدر ان هو ثانية واحدة ركزوا معايا الأمثلة دي. لو اعتبرنا دي خريطة مصر قال لي بص قال لي البحر الأحمر أهو. اللي حصل إيه؟ جيش جاي من هنا من مدينة رفح وده الجيش الايه؟ البري، والجيش الثاني جاي من نهر من البحر المتوسط وهينزل هنا عند فرع الايه؟ رشيد. وده اسمه المصب الغربي لنهر الايه؟ النيل. جيش جاي من هنا وجيش جاي من هنا، قدر ان هو يتصدى ليهم هما الاثنين ويهزمهم. بعد كده لقى ان الليبيين سكان ليبيا عايزين يهجموا على مصر. فراح متحرك بالجيش بتاعه وهزمهم هنا في وادي مطروق. خلاص؟ يبقى قدر انه ينتصر على الليبيين في وادي مطروق. قال لي وهزم شعوب البحر المتوسط في حملتين، واحده بريه جايه من رفح، واحده بحريه جايه من المصب الغربي لنهر الايه؟ النيل. قال لي بعد رمسيس جه ملوك ضعفاء ما قدروش يسيطروا على حكم مصر. وعشان كده هنلاقي عصر الدين اسمه العصر المتأخر، ودي اخر فتره في حكم الفراعنه اللي جت بعد عصر الدوله الحديثه. يعني بيجي يقول لي ما المقصود بالعصر المتأخر؟ اقول له هي الفتره التي عقبت يعني جت بعد العصر الدوله الايه؟ الحديثه. طبعا مصر فيها ملوك ضعفاء. ماشي؟ احنا وقفنا في الاسره الكام؟ ال 20 صح؟ من ال 18 ل 20. قال لي ده بقى من 21 ل 30. ايه اللي حصل؟ ناس كتير جدا طمعوا في ايه؟ في مصر. فتعرضت مصر بص اهو تعرضت مصر الى العديد من الاطماع الخارجيه والنفوذ الاجنبي، ولكن تعال نشوف ايه اللي حصل. فضلت مصر يا جماعه معرضة للاحتلال. كل الدول الأقوياء عمالة تحتل في مصر. لغاية يا جماعة ما جه الآشوريين وجم حكموا مصر. فضلوا كده لغاية البصرة الـ 26، يعني من الـ 20 للـ 26. لغاية ما جه ملك اسمه أباسماتيك الأول. أباسماتيك الأول. ده مؤسس البصرة الـ 26. خرج من مدينه اسمها السايس. قدر ان هو يعمل جيش قوي
ويطرد الاشوريين من مصر. يبقى ايه هي اهم اعمال ابسمت الاول؟ هقول له مؤسس الاسره 26 كان امير على مدينه سارس، خرج وطرد الاشوريين من مصر، وبعد كده راح ايه يسيطر على مدينه منف. بعد كده جه ابنه الملك نخاعو، واللي كان من اهم اعماله انه ارسل رحله من الفينيقيين، جاب شعوب فينيقيا اللي هم شعوب لبنان، استعان بيهم وخلاهم يعملوا رحله للدوران حول قاره افريقيا، خلاهم يلفوا بالسفن حوالين افريقيا عشان يكتشفوا الطريق. الرحله دي قعدت قد ايه؟ قعدت 3 سنوات. 3 سنوات في الرحله دي لغايه ما لفوا ربع مره ايه؟ ثانيه. وقدر انه يحفر او يعيد حفر قناه سيزوس تريس اللي كانت طبعا اتردمت بفعل الرمال. خلاص؟ وبكده شباب يبقى احنا انتهينا من اخر دروس الوحده الثالثه وعصر الدوله الحديثه، والى اللقاء في درس اخر، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بص يا شباب معلش هناخد بس اخر جزئيه. احنا عرفنا ان نخاو قدر انه يسيطر على حكم مصر ويعيد حفر قناه سيسوس تريس. بعد نخاو رجع تاني يبقى في حكام ضعفاء. نخاو ده اللي هو في الاسره 26 رجع تاني يبقى في حكام ضعفاء، فجم الفرس واليونان، اليونان طبعا والبطالمه، وبعد كده الرومان كل الفرس. يبقى الفرس الاول سنة 525 قبل الميلاد، قبل الميلاد 525 قبل الميلاد، بعد الفرس جم اليونانيين، بعد كده البطالمة، بعد كده الرومان، لغاية ما جه الفتح الإسلامي لمصر ودخول الإسلام مصر على يد عمرو بن العاص سنة 641 ميلاديا. وإلى اللقاء في درس آخر.